ودلوقتي هنبدأ نتدرب مع بعض على تمرين تفحص الجسد بعناية، أو بنسميه المسح الجسدي body scan. ايه الهدف من التمرين ده؟ احنا الهدف من التمرين ان بنبدأ نفحص الجسد بعناية مع اختبار الشعور بجميع اجزاء الجسد عضو عضو على اختلافها بنفس القدر من الانتباه الواعي والتركيز انتباهي زي ما عملنا في تمرين التنفس السابق. على سبيل المثال، لما بتفحص الساق اليسرى بتتفحصها بكل تفاصيلها، أصابع القدم هنبدأ نشوف ونحس بتركيز وتجميع الانتباه صابع صابع، الأصبع الأكبر، الأصبع الأصغر، جميع الأصابع وما بينهما، قوس القدم، عقب القدم، وببدأ بكل حواسي الخمسة أشعر بيها بكل تفاصيلها، بالكعب، بالركبة، الوجه الخلفي للركبة، الفخذ، ثم المؤخرة، ومن بعدها الجزء العلوي من الساق اليسرى. يتم فحص بقية الجسد بنفس الترتيب والتدقيق بكل جزء في العضو، كذلك فحص القدم اليمنى، الذراع الأيسر، الذراع الأيمن، الرقبة، منطقة الرأس بما فيه الوجه. وعند انتهاء من تفحص الجسد يتم التمرين على تمرين تنفس الجسد الكامل اللي احنا قلناه في التمرين السابق، وبعد كده ببضع دقائق من الهدوء والسكينة وحبينا نقوم هنقوم تدريجي بهدوء، نقف ناخد نفس عميق، هنبدأ نمشي بمنتهى الهدوء. تمرين الفحص أو المسح الجسدي ممكن ياخد معانا تلت ساعة، نص ساعة، ساعة، ساعة ونص، بيعتمد على ايه؟ على اي جزء من اعضاء الجسم عملت له مسح كامل. هل اخدت القدم ام الرجل كاملة، اليسرى واليمنى، واخدت باقي اجزاء الجسم، وبكده بقدر بعمل مسح جسدي بتأمل وتفحص لكل ذرة وكل جزء في جسمي بانتباه واعي آن. وبعد كده ندخل على التمرين اللي بعديه.